Mein Name ist Armin Meiwes. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. Jetzt erzähle ich die ganze Geschichte. تخيل ان في بشر دلوقتي في الوقت اللي انا بكلمك فيه قاعدين في منتدى تاني بيعرضوا نفسهم للاكل من قبل بشر تانيين، بل وبيستمتعوا بالامر متعة غير عادية. تخيلت؟ حابب اقولك ان تخيلك فعلا حقيقة، وان الموضوع ده حصل في الواقع. قبل كده اتكلمنا عن قبيلة الاغور المرعبة وطقوسهم الغريبة اللي فعلا تجيب اشمئزاز وتوجع البطن. اكتر مكان مرعب على وجه الارض، طقوس غريبة ومرعبة. آكلي لحوم البشر هم الغالبية العظمى في هذه المدينة. وفي مقطع تاني اتكلمنا عن عائلة ثونبين المرعبة اللي كلهم قرية بأكملها. عائلة ثونبين كانت عائلة مخيفة جدا وبشعة، وكانت عايشة في مكان زي ما قلتلكم مستحيل ان الملك يخطر على باله ان هما موجودين فيه، وكانوا في الوقت ده قتلهم اكتر من 1000 شخص. انا بقول 1000 شخص ده باقل تقدير، اما الاعداد الحقيقية فهي اكتر من كده بكتير جدا. ولكن لما قدروا عدد الناس اللي هما قدروا يقتلوهم ويأكلوا لحومهم في الوقت ده كانوا 1000 شخص بس. اما اليوم فاحنا بنتكلم عن شخص مرعب تم توثيق كل لحظاته بالصوت والصورة. أبطالي، يا أهلا بكم وسط أكلي لحوم البشر. ولد أرمن موفي سنة 1961 في ألمانيا الغربية، وكان بيعيش مع أخواته الاثنين وأمه المسنة في منزل كبير منعزل وسط قرية مملة ومظلمة. وفجأة بدون أي سبب منطقي واضح قرر كل أفراد الأسرة إن هم يسيبوا أرمن وحيد وينعزلوا ويختفوا عن العالم. في الوقت ده سابوا أرمن مع أمه لوحده، واختفى أبوه وإخواته الاتنين، محدش عارف طريقهم لحد اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقت. أرمن كان في طفولته عايش حياة صعبة جدا، خصوصا إن هو كان في قرية ما فيهاش أي بشر، عاش حياته منعزل تماما، مفيش أي حد بيتكلم معاه، وكان متحمل مسؤولية أمه في سن صغير جدا. كان بيقوم بأعماله المنزلية عشان أمه مسنة ما بتقدرش إن هي تقوم بالأعمال دي. وفعلا أرمن عاش طفولة بائسة جدا مع أمه المسنة. فضل رحيل والد أرمل مأثر على نفسيته بدرجة كبيرة جدا، فدايما كان بيشعر بالحزن الشديد وحياته ما كانتش طبيعية أبدا. وفي سن 10 بدأت رحلته المرعبة والشيطانية في أكل لحوم البشر. فكان أرمن بيجد متعة غير طبيعية لما يشاهد الجزارين أثناء تقطيعهم للحوم والحيوانات، ودايما كان بيتخيل ماذا لو استبدلنا الحيوانات بالبشر. وفي يناير 1981 غادر أرمن البالغ من العمر 19 عام للالتحاق بالجيش الألماني، وأصبح جزء من ضباط المشاة، وقضى 12 سنة من عمره في الجيش، ولكن ما زالت فكرة أكل لحوم البشر لم تفارق خياله أبدا. وفي عام 1993 قرر أرمن البالغ من العمر 32 سنة إن هو يسيب الجيش ويروح لأم المسنة اللي ما بقتش قادرة تتحرك ولا تعمل أي حاجة لنفسها، عشان يقعد جنبها ويساعدها في كل الأعمال المنزلية. وفي نفس الوقت أصبح أرمن ذو خبرة واسعة في مجال الكمبيوتر والحواسيب، وكان بيشتغل في شركة كان كل شغلها إن هي بتقوم بصيانة لأجهزة الكمبيوتر في البنوك. وفي خلال ما أرمن كان بيبحث في الإنترنت وجد كنز حقيقي بالنسبة لي، وجد الشيء اللي هيوصله لتحقيق أحلامه. تخيل منتدى كامل في عدد ضخم جدا من البشر المختلين عقليا، المتلهفين لأن أي شخص يجي ويأكل لحومهم. After the death of my mother, I'd had a good look at internet sites that had to do with death. And around this time, I'd somehow stumbled on cannibal sites, cannibal chat rooms. I took a good look at them and thought they were just fantasy. But there are so many ads, you couldn't believe it. There were people offering themselves to be eaten and were looking for people to eat them. الناس دي مش عايزة بس شخص يأكل لحومهم، لا، الناس دي بتختار الطريقة اللي هيتم أكل لحومهم بيها. كمان لهم حرية الاختيار في المنزل أو الشخص اللي هياكل لحومهم، إزاي هياكلوا اللحوم دي، وكانوا كمان بيحددهم الطرق اللي هم عايزين يتقطعوا بيها، والغرف والأسلحة المستخدمة في كل حاجة. يعني الضحية بتختار حرفيا كل حاجة هتحصل فيها أثناء عملية التقطيع. مش كده وبس، الناس دول ممكن تقول إن هم أشخاص متخلفين عقليا، أو ناس صغيرين في السن، أو حتى مجرد شاب بائس
طفشان من حياته، ولكن للأسف أحب أقولك إن دول كانوا ناس كبار في السن ولهم مكانة عالية جدا في المجتمع، أعمارهم تتجاوز الـ40. في اللحظة دي بكل لهفة كتب أرمن أول مشاركة ليه، وكانت مطلوب شخص قوي البنية بين 18 عاما والـ30 لكي يذبح ويؤكل. وبعد يومين يلاقي أرمن الرد من شخص يدعى براند برايس. براند كان مستعد لأنه يتاكل ومتلهف جدا جدا للقاء بأرمن، وكأنه هيلتقي بحبيبته التي لم يراها منذ عامين. والغريب هو أن براند شخص عاقل جدا وليه مكانة اجتماعية كبيرة، فهو مهندس ورجل أعمال ألماني ميسور الحال، وليس شاب بائس من حياته أو حتى مراهق متهور. وفي 2 مارس سنة 2001 يجي أخيرا اليوم المنتظر اللي هيتقابل فيه أرمن مع براند في منزل أرمن، واللي كان مجهز كل حاجة هيستخدمها. كانت المقابلة هادية جدا، وكان أرمن مجهز بعض السكاكين أو الأسلحة اللي هيستخدمها في عملية الذبح، وكان مجهز الغرف كلها تجهيز كويس جدا. بدأوا الاتنين يتمشوا في الغرفة بكل هدوء عشان يختار براند المكان اللي هتتم فيه العملية. وفعلا بعد ما اختار براند المكان قعدهم قدام التلفزيون ومعهم كوب من القهوة، وهم قاعدين بيشربوا القهوة طلب منه براند ان هو يقوم ويقطع احد اعضاء جسمه، وبعد كده ياخد الاعضاء دي ويطبخها ويرجع تاني عشان يقدمها لبراند. فعلا ارمن عمل كده، وده اتأكد منه احد الصحفيين بعد ما اطلعوا على الفيديو بام اعينهم، الفيديو اللي سجله ارمن خلال ما هو كان بيقوم باعماله البشعة، وكان بيطلب منه الضحية ان هو يقطع العضو ويروح يطبخه ويحط عليه التوابل ويرجع يقدمه له، وهذا ما حدث. Cut it in half with a knife and took both parts downstairs to the kitchen. First of all, I washed them and blanched them. It took a few moments for the water to boil. And then I seasoned it with salt, pepper and garlic powder and fried it for a short time. فعلا أرمن ادى لبراند عدد ضخم جدا من المسكنات عشان يشوف شغله بهدوء، وبعد ما خد المسكنات بدأ أرمن يقطع العضو اللي طلب منه براند ان هو يقطعه، وخدوا الحلة وبدأ يطبخه وحط عليه فلفل أسمر وتوابل، ورجع وقدمه للمجنون ده عشان يبدأ في أكله. وبعد كده أرمن دبح براند وسابه في الحمام يصفي دمه، وبعد ما انتهت حياته بدأ يقطع جسمه بكل وحشية وياخد أعضاؤه ويحتفظ بيها في تلاجته، وفضل يأكل من لحومه أكتر من 8 شهور. ولكن انتهت كمية اللحم اللي موجودة عند أرمن في التلاجة، فقرر ان هو يخش على المنتدى عشان يرفع المنشور التاني ليه، واللي بعد ما رفعه لقى عدد ضخم جدا من الضحايا اللي كانوا بيتحايلوا عليه وبيتمنوا بطريقة غبية جدا ان هو ياخدهم ويأكلهم بنفس الطريقة ونفس الموضوع. الموضوع ده انتشر جدا لحد ما قدر ان هو يوصل لأحد رجال الشرطة، وهنا توجهت الشرطة لمنزل أرمن على الفور، وكانت الصدمة اللي هزت كيان ألمانيا بالكامل لما وجدوا عدد ضخم جدا من العظام البشرية المدفونة في الحديقة، وأسلحة متنوعة وغرف مجهزة مخصوص للضحايا الجدد. ولكن كل ده مش مرعب خالص بالمقارنة بآخر محادثة كانت بين أرمن وآخر ضحية، واللي كانت كالتالي: ماذا تفعل؟ أقوم بتحضير اللحم للعشاء. ليس عليك أن تشتري اللحم بعد اليوم، سيكون لديك الكثير منه. حسنا حسنا، أخبرني يا أرمن، ماذا ستفعل في رأسي؟ سأتركك لأنني لا أريد أن أكسر جمجمتك. من الأفضل أن تدفنها في المقبرة، أو ربما عليك أن تسحقها. هناك مقبرة صغيرة وجميلة قرب منزلي. حسنا حسنا، لدي فكرة، أرجوك أرجوك استعمل رأسي كمطفاة للسجائر. حسنا كما تريد. تخيل أن أرمن أثناء محاكمته ما كانش ندمان أبدا على اللي عمله، بل بالعكس كان فخور جدا بنفسه، وكان بيقول أن اللي عمله ده كان هو الصح. كمان أرمن صرح بحاجة غريبة جدا، وهي أن في أكتر من 200 شخص في الوقت اللي أنا بكلمكم فيه حاليا موجودين في ألمانيا بيتمنوا ان اي شخص يجي وياكلهم ويذبحهم بوحشية، ولكن للأسف
مش لاقيين الراجل المناسب. الموضوع ده مرعب جدا ويخلينا كده يا أبطال نفكر، هل فعلا البشر يستحقكم الثقة؟ وأنا بقولك يا بطل من دلوقتي، اوعى تثق في أي حد، فربما مديرك في العمل أو حتى مدرسك اللي انت فاكره قدوة حسنة يطلع مختل عقليا، فدايما انتبهوا لنفسكم كويس يا أبطال. وعايز أقولكم إن أرمن دلوقتي وهو قاعد في السجن بيألف كتاب عن جريمته البشعة. الكتاب ده لما ينزل هيخليه حرفيا شخص غني جدا، وده لأن بعد ما جريمته البشعة انتشرت في العالم كله الكل قاعد ومستني ايه اللي هيتقال في الكتاب ده، والناس مستنياه على أحر من الجمر. فانتبهوا لأن ممكن مختل عقليا زي ده في يوم من الأيام تشوفوه ماشي في سيارته المرسيدس في أحد شوارع باريس البارحة، ده لو رحنا باريس يعني. خدوا بالكم من نفسكم يا أبطال، وأتمنى يا رب إن المقطع يكون عجبكم. وطلبي الوحيد منكم لو عجبكم المقطع شيروه مع أصدقائكم في جروبات الدفعة، في جروبات العيلة، في أي مكان، لأن ده فعلا هيساعدني. وما تنسوش تضغطوا لايك للمقطع، وحسابي في الانستجرام هتلاقوه تحت في الديسكريبشن أول حاجة. كان معكم أخوكم عمار محمد اللي دايما بيحبكم، وأشوفكم على خير في مقطع جديد. سلام يا أبطال.